هذه هي الخضيره ديالنا اللي بخرناها، شويه اللحم، وهذيك الشليده، وهذا الخبيز بالفلفله، وهذه هي غداتنا. ان شاء الله تجربوها نتوما بخير وعلى خير، بصحه جيده. وهذه لاصوص، هذه اللي بغى يديرها فوق الشليده يديرها. وهذه هو غدي غداتنا. عليكم مشاهدي الكرام من قناه غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم كما راكم تشوفوا عندي هذه الفلفله، غادي نقطعها ونطحنها، غادي نستعملها في الخبز، غادي نعجن بها الخبز. راه كاينه الخبز اللي كيستعملوا فيه الفلفله، كيجي الخبز ملون بواحد اللون هكا تاع هذه الفلفله حمراء في الموسم ديالها. راه كاين اللي كيدير الخبز بهذا الفلفله، وكيجي الخبز رائع طريفات. وغادي نديرها في الميكسر نطحنها ونديرها في قلب من عندي دابا الخميره، عندي الطحين، الفينو والفورس، شويه الزيت، شويه الملحه، هذيك الفلفله اللي طحنت. دابا غادي نجمعوا هاد الطحين بهاد الفلفله. هادي العجينه من بعد اللي جمعتها، راه بهاد اللوين هكا بحال سومو. غادي دابا ندير لها السيروفا ونخليها تخمر. ملي تخمر نشكلوها كيما بغينا، كل واحد يشكلها بالشكل اللي بغا. دابا هاد الخضيره غادي نديرها تبخر، غادي ندير لها التوابل. هادي ديال الكغيات كتعطي واحد المذاق زوين. كتعطي الخضره واحد المذاق زوين، وشويه ديال البزار. الملحه نديرها طبعا البخار تبخر ولا تفور. دابا العجينه هي خمرات، غادي نشكلوها كيما بغينا، نديروها اما نديروها هكذا بحال لي بغيوش. نديروها بحال هكا هكذا على شكل باغيت، باش يجينا بحال هذاك الخبز ديال الساندويتش. غادي نقادو هكا من الفوق شويه، خليوها يخمر مزيان، خليوها حتى يخمر مزيان. واش كناخدو المقص ونضربهم هكذا. هادي الشريطه بغيت نعطيكم فكره، هادي القرعه، القرعه الخضراء، درت لها شويه ديال الزيت في المقله، وغير واحد القليل، غير واحد النقيطه وبحال شويتها. وهذا البطيخ والخس، وغادي نزين دابا بمطيشه سوريس، غير باش نعطيو للطبق واحد المنظر زوين. دابا الخبز ديال الفلفله اللي صوبناه بالفلفله الحمراء راه كيجي زوين، شوفوا رطيب بزاف وزوين، راه كيجي زوين، حتى المذاق ديالو زوين، وراه فيه الفيتامين ديال الفلفله. وراه زعما خصكم تجربوه الا ما كنتوش تصاوبوا هذا الخبز، جربوه وشوفوا اللوين ديالو كي راه داير، كيعطي السومو. وهذه ديك الخبزه اللي درناها اللي بغى يدير بها ساندويتش ولا، حتى هي راه جايه زوينه وجايه روعه.